اوكي يا جماعه، النهارده نشتغلوا في محل عربيات، نجيبوا عربيات بقى، نبيع عربيات، نشتري عربيات، اي حاجه. وانا مش سامع حاجه ليه؟ هو انا قطر فين صوت اللعبه؟ طيب مش مهم صوت اللعبه، نعملوا نيو جيم كلها عربيات امريكانيه كده. انا ما بفهمش في العربيات بس انا جاي اهبل وخلاص. معاك ايه اللغه؟ باللغه التركي ليه؟ تركي ده صح؟ مش عارف بس لأن المفروض اللي مكتوب فوق ايه ده؟ فوق لودنج وتحت تركي. ثاني تركي اكرزا ارمين كراشتين درمتي اسكربي ابرستيز تم يبتريتريك كرتين جورز شورت تري. تمام ادي بدأنا وصحينا الصبح Welcome to Car Simulator for Sale 2023. بيقول لي بيك اب تراش، لم الزباله. ادي الزباله، لم الزباله دي يعني ايه ده؟ دي كل دي زبايل، لم الزبايل تعالى. اوكي لم الزبايل وادي الزباله، ادي الزباله. ماشي افتح المحل، يلا بينا. فتحنا المحل. ده المجلس بتاع الناس اللي عايزين تشتروا، نكتبوا معاهم العقد وكده. اوكي وده المحل ويب بيج، اسم المحل بتاعنا كار فور سيل، ونكتب بزنس نيم ناو، عايزين اسم المحل. اوكي ازاي نسمي المحل بقى؟ في الهوم ابو جريد. لا مش هنا بس يعني. طيب دي اوكي، هو ده الديزاين. اسم المحل عايزين نسميه، ينفع كده تكتب بالعربي؟ مش بالعربي. سرحو فين السبعة يا عم؟ انت بتكتبش ليه؟ يعني هسمي اسم المحل الوكالة ونعمله باللون البرتقالي، خليه اصمش حلو اللون ده. الوكالة ابديت. لما اسم المحل بتاعنا الوكالة تسمي منها you have complete your office for go to the neighbor to buy a car information you can use the bus stop. ممكن استخدم الباص for fast driver نين ستوب. اوكي هاو يعني نستخدم البتاع. عايزين نروح للنيبرهود، نروح للجيران ونشوف عندهم عربيات ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، احنا وصلنا هنا في جيران كتير عارضين عربياتهم، عايزين نشوف عربيه الاجا معانا 7400 جنيه. 7480 الف. اوكي العربيه تخلص على كام يا صاحبي؟ تخلص على كام العربيه دي؟ ليه 18000؟ خليها لك يا عم، انا عايز عربيه حندوقه بندوق. لا ما بحبش الصراحه العربيات الكبيره. في عربيه هناك اهي معروضه للبيع، نروح نشوفها ونيجي. شكلها حلوه يعني على قد الايد. ده ايه ده؟ ده سوزوكي دي؟ ايه 56000؟ ليه 56000 جنيه؟ والشاحنة دي تعمل كام يا معلم؟ غالية دي، هتلاقيها غالية اوي. خلص على كام يا حاجة العربية بتاعتي؟ 3000 مش غالية خالص. اوكي بس سيبها، انا مش عايز، انا عايز عربية مش عايز شاحنة. انا هات مثلا العربية دي نشوف تعمل كام. حلوة دي، لا ده 100 كام دي؟ 128 ولا؟ انا والله ما بفهم في العربيات بس دي لا ده اتوقع. هنشوف اسمها 1978 مانوال كمان ب 25000. ازاي يا جدعان؟ ازاي العربية دي ليك 25000 دولار مش جنيه؟ ازاي انت عبط ولا ايه؟ وريني يا عم العربية دي تعمل كام؟ والنبي تقول بس دي ايه دي؟ دي بي ام دي يا جدعان؟ غالية دي 21000. ايوه يا عم بس دي ازاي اغلى من التانية؟ والله ما اعرف دي ايه دي؟ مرسيدس دي ولا ايه دي؟ اودي اوكي دي اودي حلوة والله. اودي اس 4 بقى هي سعرها ب 18000 يا عم. عايزين عربية والله. نشوف الراجل ده، هو ارخص حاجة كانت الشاحنة اللي هناك دي، وانا مش خدها الصراحة، انا عايز عربية مش عايز شاحن. بي ام دي صح؟ بي ام دبليو زد 3 يا جدعان اسعارهم غالية قوي. دي ايه دي؟ اودي اس 4 بجد اسعار خيالية. ايه في ايه؟ انا معايا 7000 رعوني. بي ام دي صح؟ بي ام سيريوس هي رخيصة حلوة يعني، مش ممكن اشتريها بعد كده. طيب احنا جايين من هنا؟ احنا جايين من هنا. تعال ناخد الشارع ده لاخره كده نشوف في ايه، في عربيات ايه. يا رب عربية زي الناس. يا حاج تخلص على كام يا حاج؟ اخر كلام 2000. وريني كده استنى ناخد بصة العربية دي. ايه فيا كبنت؟ اوه حلوة والله. ناخدوها نستثمروا فيها. تعال ناخدوها. انا هاخدها، انا عن نفسي هاخدها. مش مفيش فصال اي حاجه، ما بقولك ما فيهاش اي ضرر، ما فيهاش اي حاجه. ينفع اخد بصه؟ تمام. الدواخل، الخوارج، الاكسدام. ليه المرايه دي اكبر من دي ولا عشان جايب الجنب كده؟ تمام ماشي. خلاص يا حاج خلصنا على 2700. الباقي بقى اروح بيه يا حاج. يلا اركب عربيتك. حلو فيها بنزين وصلنا. اوكي ماشي يا معلم، بعرف اسوق. ازاي بتشتغل بقى كده؟ طلعت من العربية. خش عربية يا عم، خش عربية. بدوس اي عشان اشغلها. اوكي اشتغل ده. اوبا ودي يلا استر يا رب. خد يلا هنا العربية، استنى هنا. يا ساتر يا رب، انا كان قصدي ادمر. استني يا عربية هدي. بزمر ازاي الفي الكشافات هو اتش اوستر. يا ساتر يا سطار. ايه ده مش عايزين ندرفت. طيب ايه ده؟ بس هدي
بس كده عايزين نوقفوها صح. مش هنصلحوها، تعال نرجع ورا. تعالى ارجع. هو في فور بيلعب في. طب انا عايز ابص ورايا. سي ايوه كده احلى. يخرب بيتك. بس ايه ده؟ معرفش سوق، معرفش سوق. يا ساتر يا رب. حبة حبة شمال، حبة يمين. اوه ايه ده؟ ده العمود دخل فيا. اوكي اقفل بقى العربية، ننزل منها. صلحها لنا ولا بأي حاجة؟ معرفش شوف فيها تصلح ايه. الله ما ينفعش يصلح العربية عشان احنا مش مشترين. طيب ارجع بقى مكانك، اركب العربية بتاعتك واروح اعرضها. هي كيف بتعمل ايه؟ ده لايل، اللايل برد. ماشي اربك عشان احنا في طريق. بس اركن بس يا عم، توقف بقى. يلا وقف المكنه وانس. طيب نعمل ايه؟ بارك ذا كار. اوكي اعمل ايه تاني يا عم؟ انا وقفتها في المكان اهو. في 2% ده مش بس. راحت فين عربيتي؟ الو العربيه بعتها ولا ربيتها ولا راحت فين؟ العربيه عندكم؟ العربيه اهي. تم بقى يا استاذ، هي سرعه وخلاص. هو يا عم غير الكاميرا. يا ساتر يا رب، حادثه ثانيه عادي. الفيت راحت في ده. يا ساتر يا رب. اركن ابوها هنا يا عم، انزل. عايزين نبيعوها كار. حطت لها بنزين. ازاي بقى ابيعها؟ ويب بيتش نوت تو سيل. عايزين نبيعوها، نكتب السعر هنا 5000 بس. هو ده السعر صح؟ بص تايتل فيات كار فور سيل. فوتوس، عايزين فوتوس كمان يا رب. اوعى يا عم نحضرها كام صوره. ازاي بطلع الموبايل؟ بطلع الموبايل ازاي؟ والله بجد ما اعرف ازاي تمام. طيب تعالى نقعد ثاني. ويب بيج البرايس بتاعها 5555. ديرتي مش حلو قوي. ماشي ماشي بس كده. بتت في عربية للبيع، لو حد عايزها حطها فور سيل. جريت يور فيرست كار از اون سيل كاستم. ايه في زبون جه؟ ارد عليه منين؟ فين ده بره؟ ايه ده في زبائن من زبون. تخلص على كام يا ريس؟ بيع بيع. بعنا العربية بخمس. يا لهوي كسبانين فيها كام؟ يا لهوي يا لهوي كسبانين فيها سعر مبالغ فيه. اقفل. يلا نروح نقعد ننام هناك. احنا محتاجين بيت سرير جنبنا هنا بجد، سعر مبالغ فيه. ازاي احنا ازاي بعد بالسعر ده؟ مش عارف. هو البيت فين؟ هو البيت في الغابة ولا ايه؟ وما ينفعش اطلع من هنا يا رب. وده ايه ده بتاع الخردة؟ نروح الف لفة كبيرة، نصحى الصبح نشوف هنجيب عربيات منين ونبيعوها ازاي وننصب على مين تاني يعني، ونكسر عربيات فين تاني. هو ليه البيت بعيد كده قوي؟ ده البيت عند الجيران. خدها ماشي احسن. بس هتدفع 10 دولار يعني، مش حاجة 10 دولار. وإن ثانية اللي أنا فيها مش مهم، مش مهم. تعالى خلينا ماشيين ماشيين لحد ما نوصل هناك. بجد أنا عايز أروح أركب عربية توديني. You can use the bus to stop. طب وأنا خدتها لي مش ماشي مش مهم. هنوصل هنوصل إن شاء الله. ما تقول لي إن أنا أقدر أستخدم الباص عشان أوصل للمكان. يعني أنت واحد مع 10000 دولار مش عارف يجيب له مكان معدل. افتح يا عم، اقفل يا عم، نام يا عم. هيصحى الصبح يغسل سنانه. إيه الدروب ماتش؟ إيه ده إيه ده إيه ده؟ يا رجالة كده الكلام ده؟ دول لازقين في بعض. ينفع اخد عربيتك انا؟ ساتر. بروح اركب يا عم الباص وادينا عند الاوفيس. مش حاجه 10 دولار دي يعني. المحل المعفن بيقول لك لازم ننضفوه. نضف ايه ده؟ ما لازم ارمي، ما انت كنت الاول بتشيلها وخلاص. ومين اللي بيجي يرمي زباله هنا؟ يا نتانا وخلاص. ايه يا جماعه نتانا؟ ارمي يا عم ارمي. افتح الاوفيس يا عم افتح. اتوقع لازم نروح نشوف حاجه نشتريها من الناس الجيران الحراميه دول. استنى استنى، هو انا ممكن اعمل ابجريد ليه؟ ده وده اوفيت وده برضه ممكن اعمل ابجريد. احي عملت ابجريد ليه؟ يخرب بيت شكلي. اضطر اروح ادور على عربيه تاني. ده البيت ده تفاهات، دي ما حاجات محدش بيغير فيها، محدش بيركز فيها كده. بقيت اعرف اعمل تريد. الله اوكي نروح عند الجيران تاني. ناخد لنا 10 دولار وناخد لنا لف عند الجيران. كار ماركت في محل العربيات بالظبط. تعالى اما نشوف الكار ماركت كده. مش 10 دولار عادي. فين بقى الكار ماركت؟ كل ما بيجي يعرض عربيات هنا. اوكي بس كل العربيات غالية يا عم. بكام ده يا معلم؟ هتلاقيه ب 20000. اه 20 28000. تعالى اوسخ عربية هنا ونشتروها. مفيش اوسخ عربية هنا، كل العربيات غالية. العربية دي جامدة اوي. بكام ده؟ سوها ايه؟ ودي ار ار. يا لهوي 650000. ايه العربية دي؟ انا ايه اللي جابني هنا يا جماعة؟ ايه المجتمع ده؟ امشي امشي. طب دي بكام ده؟ اوكي اطلع بقى، مش عايزين عربية. انا اسف انا اسف جدا. انا ايه اللي جابني هنا؟ انا هشوف الجيران. فين الجيران؟ اوكي عندك كده حاجة للبيع. العربية دي شكلها شيك شوية. خلصت كام العربية دي؟ الفين 9000. والله كنت ممكن اشتريها للاسف. يلا صرفت فلوس على حاجه غبيه. هوبا البطه دي نفسي جايبها في الحقيقه. عربيه البطه، استنى انا عايزها يا رب ما تطلع غاليه. انا صاحبي قال لي عربيه البطه دي تعمل 10000 جنيه في الحقيقه. انت بتهزر يا اسطى؟ 30000 دولار؟ لا حول الله يا رب. دي البطه اسمها ايه بس؟ اسمها بولكيز بوتيل. هو ده مش اسمها في الحقيقه بس. ماتش العربيه دي فكك منها، قول لي دول غاليين. انا معايا 7000 بس، لازم ناخد لفه كبيره بنشوف العربيه دي بكام. دي قال لي غاليه، اللي طلعت غاليه خالص. كده ما فيش بيوت، كده في بيت بيوت. ماشي نشوف البيوت اللي هنا دي ونشوف الجيران على الدنيا ايه تاني. يا ريتني ما كنت بعت الهبل اللي انا بعته للاسف بقى. حاجه مؤسفه. شوف العربيه نص نقله دي بتعمل كام؟ البنت دي 7642. تصدق ممكن اشتريها ومش معايا فلوس اروح؟ انا شاري 31 دولار بس. اوكي اركب العربيه شغل.
اوعى كده، خد الملف ده كده. ايوه فين الاوفيس بتاعنا؟ تعال هناك. اهد اهد اهد، هدي هدي هدي، يا ساتر يا رب. يا لهوي، بس انسى. شوف العربية فيها ده مش قد ايه، 7% ده. ما مش مشكلة، اعرضها للبيع. 131 دولار، انا هعرضها ب 10000 دولار. لا 15000، يلا بينا. هعرضها ب 15000. 15 ولا خليها ب 18000، ب 900 فور سيل. ايه ده، استنى، 18000، 16800. وخليها، استنى اشوف اسمها وايه اسمها. ايه العربية دي؟ شيلفي. اوكي فور سيل 16900. بوتيتن سيل. شوف في زباين هتيجي ولا لا. عربية فيق منص نقل، ايه داخل ومخارج، بيك سيل عليها عرض كبير كمان. مش فلوس حتى اروح اشوف عربية تانية. ماشي ممكن نغيروها. بص الميكانيكية السنكرية، طلعها العربيات. فوتو بنتنج هنا اللي بيلون. اي كانت بنت انزل بليز بارتس. ده ممكن نلون العربية بتاعتنا. في زبون وصل. اوكي عايزها على كام يا استاذ؟ انا 16900. تخلصي؟ لا لا لا، ده انت سيل ما يلزمنيش الشغل. الله سلام. ايه 8000؟ 8000 جنيه وانا عبيط؟ تاخد على قفايا رايح جاي وعمال الف في بلاد والوديان عشان تيجي تقول لي 18000؟ في حاجه جاي. الناس دي مش هتدفع، خلي بالك. بص لابسه شبشب مش هتدفع. انا شايف لا مش شبشب، دي جزمه عادي. بس اما اشوف هتخلص على كام. خلص على كام يا استاذ؟ 11000. بصي عشان انت ست صعبه واجب فانا هديكي العربيه. يلا نروح بقى نشوف عربيه كمان ونجونا نحطها هنا. عايزين عربيه فخمه بقى نيبر ونيجي. اوكي عندك العربيه دي. مش فاكر دي غاليه متهيألي. كانت قايله كام؟ بكام العربيه؟ حاجه 20000. اوكي ودي ب 30000. دي بكام؟ بكام العربيه؟ ان جي 5 66000. تستني حد يشتري منك دي؟ عبيطه من عليك. كام يا صاحبي العربيه دي؟ شيلفت سي 10 9000. انت بتغلى عليا. انت كمان انت بقيت تشتغل شغلانتي. ماشي انا اشوف العربيه ايه ده. انا شكلي هشتري الشاحنه دي وهعرضها للبيع. استنى بقى بكام ده يا اخويا؟ ريزن بوكس 3 3000. انا هشتري، يلا بينا. ايه يا عم نشتري حاجات رخيصه؟ انا مش شايف حاجه. اوعى كده. خلي بالك الشاحنه تتقلب. هروح احطها واعرضها للبيع على طول. خلي بالك انت ماشي، انت ماشي بشاحنه. اهدى هدي هدي، ارجع خد الشمال شمال. اوكي لف بقى. ايوه انا مش شايف اي حاجه. اوب الحمد لله. والشركة ده تركن، هتعرف تركنها؟ بس وقف انزل. حلوة والله ملت المكان، يعني عاملة هيبة. اسمها ايه بس الاول؟ احنا نكتبه تراك فور سيل. اسمها ايه العربية؟ ريزن بوكس تراك. هو روسيان. طب ما اسمها مكتوبة كده بوكس فور سيل. طبعا العربيات الكبيرة دي بتبقى تكلف كتير، فهنعملها ب 20000. 20000 حلو السعر. وانا كده اتمديت شوية. اتمديت شوية. انا شاريها بكام؟ بس كده بوتيك. يلا اللي عايز يبيع، اللي عايز يشتري. اروح اشوف العربية كمان واجي. نروح للجيران ونشوف عندهم عربيات ايه تاني. طيب اشترينا الشاحنه واشترينا دي. دي غاليه، هو ما ينفعش اجيب عربيه الف بيها شويه ليه انا عشان مش هبيعها. طيب نروح نشوف العربيات الباقيه اللي هنا. ايه السكيل بوينت هنا؟ ممكن افاصل تصدق؟ طيب نبقى نجرب نفاصل بعد كده. بس نروح نشوف لنا عربيه تانيه نشتريها ونحطها جنب الشاحنه بتاعتنا، نبقى عملنا احلى شغل. ازيك يا جاري؟ نبيع على كام الكلفن؟ كلفت سي 10. حلوه اشتري. انا بعد كده محتاج افاصل، الناس دول شكلهم بينصبوا عليا وانا اهبل. شغل العربيه، غير الكاميرا واطلع. يلا بينا. هدي هدي. قلت هدي. هي بتعمل ايه كده مال؟ يلا قربنا نوسم. اي جه في الاخر وتتخبط. هوب. طيب وقف العربيه، ننزل نعرضوها للبيع ونروح نقفلهم وننام. اسمها شيفلي فور سيل. السعر 15000. بوتيت انجلس. نروح ننام ناخده بس عربيه. استنى نقفله للمحل ونروح ننام. كونتينر. اوكي فين الكونتينر بتاعنا؟ دخلت يبقى تاجر عربيات وبتنام في كونتينر. اهي تعوق ده اقفل يا عم. نام. يلا صحينا تاني يوم. دروب فريم المعتاد اليوم. صبح اركب، هات بقى الباص كده ونروح للمحل بتاعك. اوفي في زباله هنا والعربيتين دول للبيع. المحل افتحه، هات الزباله دي برضو. قفز ازدرتي نضفه ازاي؟ وفي بطاريه اطلع مكنسه. جه زبون. طيب حلو. تخلص على كام يا خالي؟ 28900. لا ده انت سيل ورا. لا ورقة من هنا 4000 اللي هتشتريها بيها. عبيط بجد، ازاي انضف؟ عايز العربية دي. طيب انا هخلص على 15000. ده عايزها كام؟ 9000. ما ينفعنيش، انا اخليها لك ب 12000. يرضيكي 12000 ومش متنازل برضه. دونت سيل. يلا ولاي من هنا. فوق على اشكالك. عايز كام يا حاج؟ ايوه حاج. ليه كلها نسوان بالسوق؟ انت ليه هتشتري عربية زي كده؟ تحط فيها عيالك مثلا وتوديها المدرسة؟ 5000 هي مجنونة انت. يلا ولاي من هنا. ازيك يا استاذ، عايزها بكام انت العربية دي؟ انا هبيعها ب 15000 الصراحة. 9000 برضو. خليها لك ب 12000 برضو. 11000 برضو. 10000. ايه ده 10000؟ لا كده 100000. يلا اخر محاولة.
باعي ايزي. انت عايزه بكام؟ دي 28000 الصراحه. 5500. بص انا هنزل لك السعر واخليه لي ب 8000. ينفعك؟ 8000 ومش منزل عن حاجه جنيه، عنها جنيه. الشحنه دي غاليه قوي برضو. دونت سيل. شوف الراجل ده عايزها بكام، هو راح فين، فين اللي كان عايزها. انا شفت الراجل دخل هنا فين بقى. اه ده جوان عربيه. استنى جاي لك، جاي ثاني. عايزها بكام يا اخويا؟ 5000 مش بايع. بص يا معلم العربيه دي تعمل 7000 6000، مش بتنزل عنهم. يلا بينا اقفل الاوفيس لحد ما ندور على العربيات ونيجي نبيعها باغلى طرق بسعر الارض. اوكي نروح النيبر ونرجع تاني. اتوقع احنا ممكن نصلح، احنا كده مش بنستمتع باللعبه الكامل من الاستمتاع الكامل. ممكن نصلح العربيات ننضفوها كده. بكام العربيه دي؟ فيات بنتا. اوف رخيصه رخيصه فشخ. هاتها. ماشي ماشي. خد الشارع ده. انا طول عمري ما باخدش الشباك، مش في الشوارع السالكه، لازم اخش في الهضاب والتلين. هديها هديها هدي. ايوه ايوه هوب هدي. ماشي ماشي روح 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 روح. بس يا ريس اهدى اهدى. ماشي اركن بقى العربيه دي كده. بس اركن هنا. اوب اوب لازم اخد 2.5 دامج ده. بس انزل استنى بس اوقفها. اهدى اهدى يا عربيه اهدى يا عربيه. بس انس يلا بينا على دول البيع. عربيه فيات للبيع يا جماعه. انا عارضها الصراحه مش عارف بكام. العربيه دي تعمل لها 8000 جنيه. بوتيت انس. اوكي دي سكيلز اتفتحت. انا لو لسه ما اتفتحتش سكيلز. اوكي اقفل نروح عند الجيران ونشوف عربيات بتاعت الجيران تاني. نيبر اوفيس از ديرتي. ازاي انضف الاوفيس؟ انا مش فاهم. كان في عربيه بطه انا كنت عايز اشتريها للاسف. كام العربيه ده يا اخويا؟ في الشارع هون هوردا. ايه هوردا؟ ايه النوع ده؟ ولا دي هوندا دي ولا ايه؟ انا اول مره اعرف عربيات. ايه دي حقيقي؟ والله ما اعرف. اركب يا معلم. دي بسقف كمان. اوبا غاليه دي، غاليه يا اخويا دي. ماشي روح روح. يا مال الجاكمان بيقطع عليك. الشاكمان الجاكمان. ماشي روح روح. ده منط ده صح؟ روح روح يا باي روح. انا هشتغل تاجر عربيات. تاجر عربيات ناجح. احنا هنحط العربيه بتاعتنا الثانيه. بس حد طلع على طريق. بس العربيه بتقطع ازاي؟ محتاج تصلح اتوقع. احنا عايزين نغيره لون مره. ايه ده؟ في ناس بتصلح يعني. اوتو الكتريك اند تايم كله محجوز كده. انا عايز اصلح عربية. طيب نركنها هنا. وقف وقفها. انزل من عندي. شوف العربيه فيها ايه. ديرتي دي كمامه. العربيه زباله حرفيا. وبنزين 30%. استنى نفولوها كده. خولنا البنزين. الكمامه كتير. ريبير موف يور كار تو فيرست ريبير اريا. هي فيها حاجه تصلح بايظه يعني؟ مش ما فيهاش حاجه. بس هي وسخه. بس انا عايز اصلح. ايه ده؟ انا فات المحل ليه يا جماعه؟ ايه ده؟ تعالى نرد عربيتنا الثانيه للبيع. هوردا هون هونوردا. شكلها هوندا بس بحرف الاس. فور سيل. سعرها كام؟ انا شاريها ب 3000 ب 10000. اوكي يلا نطلع من هنا. طب انا ازاي انضف بجد؟ يعني انا عايز انضف. كنيدن كارتش بس اكلوس. ازاي انضف بقى؟ محتاجه السكيلز دي يعني؟ ماشي كنتش المفروض اعمل اللي انا عملته من شويه. بس ماشي. وبجد الديرتي دي ازاي انضف الديرتي دي؟ ماشي بقول لك ده ازاي انضف الزباله اللي في المحل. في الزباله ده تيجي ليه؟ انا عارض عربيتين لقطه حرفيا. نروح يا عم نشوف الجيران عندهم عربيات ايه. طيب البطه ايه؟ بطه السعد. اهم حاجه العربيه البطه. عايزها بكام دي؟ كانت ب 30000 اخر مره. 22000. خليها لك يا حبيبي. احنا عايزين نعمل صفقه حلوه كده. مثلا نشتري عربيه ب 10000 نبيعها ب 20000. يعني عايز ب 1000 1800. هات هات هات. انا عايزها ب 1000 بس. 1500 كمان. خلص على ايه؟ ولا 1600 ومش متنازل. ولا 1700 وخلاص كده اخري. بس كده ايزي. اشترينا عربيه ب 1600 1700 قصدي. ده شكلها مهلوكه اصلا. ماشي روح بالعربيه بقى بتاعتنا. هي دي هدي هدي. اوكي انا ما عرفتش اصلا ان العربيه. بس انا نتقلبوا بالعربيه. بس هدي يا معلم. يا لهوي كاسات. في زبائن في المحل عندي. اه بس في موت الزبائن كده. زبائن بالهبل. طيب اركب العربيه دي هنا وقفها. والسلام عليكم. عايز اتخلص على كام يا استاذ؟ العربيه دي شريتها بكام؟ مش فاكر والله. ب 10000. انت عايزها بكام؟ 3000. يلا قول في داهيه. هو شكلك متشائم اصلا. انا خلصها 7000. التخديع 700 جنيه. 7000. ها 7000 وبجد مش هتنزل عن السعر ده. قول يا وليه. شوف الراجل ده محترم. ده عايزها بكام؟ ايه الهبل ده؟ امشي يلا امشي يلا من هنا. استنى نشوف العربيه دي. الزبائن هتمشي ولا ايه؟ طب يلا روحي نام روحي نام. تاخدها بكام يا اخويا؟ ايه العبط ده يا جدعان؟ الزبائن اتهبلت. 5000 يا حبيبي. 5000 والله انا شارب 1800. طب شارب كام؟ شارب 3000 وعادي يا عم. غرف ده 5000 مش متنازل عنها. طب ممكن تمشي؟ يلا بقى. الزبائن بتستعبط والله. اسمها بيجو. انا شارب 1700. هي هتتباع بكام؟ يا عم خليها ب 4000 يعني عشان ما اغليش على الناس. دي شاريها بكام اصلا؟ 1600. عايز اشتريها باقل من سعرها. اي عبط وخلاص. وريني كده. دي شاريها بكام؟ 3100. انت عايز تشتري بكام؟ دي ب 3100. هتخلصي على كام؟ طيب يلا قولي بداحي. هنروح ننام عشان الناس عبيطه يا جماعه. اقفل المحل. نروح ننام ونصحى على اليوم التالي. فين الكونتينر؟
يلا في الكونتينر. كونتينر خش نام اقفل الباب نام اطلع بقى اتحشرت تقفل ايه ده هنول ماشي تعالى نطلع بقى ونروح نفتح المحل. انا بجد مش عارف ازاي انضف الزباله اللي في الارض في بتاعه الاوفيس بس ماشي نفتح المحل. المحل مفتوح يا جماعه اللي عايز اي عربيه اهو راح اشوف العربيه كمان في راجل يا زبون اهو. ايوه خالي قول يا غالي قول يا غالي تعبت بان عليكوا يا جدعان. انا بقول لك 5000 يا معلم وسعرها مش هينزل عن كده الصراحه. لا لا معلش انت مزود لي 200 جنيه يا عم بيوني 200 جنيه معلش روح اذا بين غيرك في ناس غيرك هتشتريها. انت مش شايف عربيه بسقف اديك عربيه بسقف مخروم من غير 3800 3400 ولا ايه انت رايح فين انت كده تعالى اما نشوف قول يا معلم قول برضه. بص انا اديلك 3000 عشان انت راجل طيب بس ايه رايك. بص 2800 عشان انت راجل طيب خدها يا عم مش عايز برضه معلش مش تنفع قول لي. لا انت عبط بقى يا جماعه 2900 تشتري 2700 تشتري طيب 2500 تشتري طيب قول في ده اللي بعد عايز بكام اخويا انت كل واحد يجي يقلل 2800 تشتري انت شكلك راجل مش تفهم حاجه 2900 يلا بقى اعلي السعر قول في ده في زباين كتير في زباين كتير استنى نشوف العربيه اللي بسقف دي عشان نخلصهم منها. الراجل ده مش كان هناك بيبيع البطه العربيه دي كانت بكام اصلا؟ لا يا استاذ معلش استنى انا رايح اشوف العربيه دي كانت بكام اصلا وانا شاكر شاريها بكام. هو البايب الرسمي بقى مكتوب جنبها صح؟ هي انا عارضها انا عارضها بكام؟ ب 10000 ده كان عايز اشتريها اقل من سعرها لو عبيط خالص. قول يا معلم انا شاريها ب 1700 عايز اشتريها بكام؟ بص يا معلم عشان نبقى متفقين 3000 وتبقى خلصت معايا حبيبي يا معلم هذا 3000 جنيه. المعلم اللي عايز بكام؟ انا شاري 1630 انت عايز تخلص على كام؟ 2000 تنفع تخلص على 2500 انت لسه شاري منه عربيه هناك حلو ولا ايه الكلام معاك؟ 2400 حبيبي ها ماشي يا معلم دي بقى العربيه اللي مش هتبيعها دي ايه رايك؟ انا بايعها ب 10 انت عايز كام؟ 3500 لا يا معلم احنا عايزين نبيعها ب 4000 شاري 3700 شاري شكرا شكرا عملنا 20000 يا جماعه اقفل المحل وروح دور على عربيه شوف بقى عند الجيران عندهم عربيات ايه. اوكي بسم الله نبدا جولتنا التسوقيه في العربيات الماليه. بكام العربيه دي؟ مانيوال حلو مش عايز اشتري عربيات رخيصه تاني الصراحه عشان بتقرفني في البيع. بكام دي؟ يا لهوي خليها دي حلوه شكلها شيك شكلها شيك قوي حلوه العربيه دي خليها ب 10000 والله لا اشتريها انا بس هحاول افاصل معاها شويه تمشي معاك ب 8000 يا ماما 8500 8700 9000 يا ماما اما ما رايك بتمر حبيبتي 9600 ماشي حلو انها 9600 نشوف العربيه وسخه ولا ايه. المشكله في وسخه العربيه دي ازاي ننضف العربيات مش عارف ماشي خد العربيه وغير الكاميرا مثال لما بتلاقي العربيه بسعرها بيغلى اكتر اشتري العربيه ب 10 ونردوها يا لهوي ده كله دمج ساتر ايه ده بقى تاخد دمج من غير اي حاجه تمام الحمد لله راسبين على وشها نروح نعرضها للبيع ب 15000 ايه يا جماعه ما تعملش درفتات هو ده بيعمل ايه بقى استنى بس وقف العربيه بيعمل ايه ده بقى غير الكاوتشات وكده لا مش عايزين حاجه من دي شكرا لحضرتك عايزين ننضفوها بس اوتو ريبير ده بيعمل ايه وقف انزل ما تشوف ده بيعمل ايه صلح ماشي بس كده هيصلح لنا العربيه هتخلصها امتى عربيه خلصها هتسبقها هي ده مش اي حاجه يعني المشكله بتاعتها بس ان هي بس اركب العربيه ارجع بالضهر اول بقى قدام كده اعرض على البيع ثاني اقف ازاي اهو بس انزل نروح نعرضها بالبيع مثلا هنشوف دلوقتي هنشوف انا شاريها ب 9600 هبيعها ب 15000 هبيعها ب 18000 لا 17000 يلا لو في حد عايز يقول يا جماعه انا اروح اشوف الزباين بتاعت النيبر وجاي نيبر هود يا جراني بكشت انا عربيه من الست دي في عربيه هناك حلوه سودا اهي نروح نشوفها ونيك في عربيه لا ده برضه انا نشوف العربيه حلوه اللي جبت دي بل ايه بي ام دي صح كوتا ايه الكودا يا ساتر يا رب خلينا هنا كمان ده الصراحه العربيه فيها فخمه دي بي ام دي ودي شي انا هشتري بس هحاول افصل 8000 تخلصي ولا ايه يلا بينا خدنا العربيه سواء على الشهر العربية دي جامدة أوي إن شاء الله الحمد لله احنا مش حوادث في العربيات بنعمل حوادث في الناس هاد العربية دي جامدة أوي يعني العربية اتفشخت الصراحة عمال أقول العربية جامدة حسبتها أما طلعت دي مش لازم نطلع ماشي مين هيصلحوها دلوقتي ده الكاوتش راح الله ادي العب لما عربيتي تخبط
بدنا كاوتش بتاع كاوتشات. انزل. والله يا اخويا كنت ماشي. استنى بس روح صلحوني. انا اشتري كاوتش من غير ما اصلحه. وانا ينفع ارفعها على طول؟ استنى كده. انزل. اوكي. وديها للمتاع مصلحاتي. يلا جاي لك اهو معلم. ده اللي ايه؟ وانا سيبها مرمية هنا. ده في زباين عند العربية بتاعت التانية. تعالى نشوف طيب عايزينها بكام. دي كمية زباين بالهبل. العربية دي انا شاريها ب9600. الست دي هتاخدها بكام؟ يلا يا هبلة من هنا. انا همشي الزباين دي عشان شكلهم مب. طب يلا حبيبي روح معايا. 9600. طب يلا حبيبي 9600. انت شاري بكام؟ لا الزباين بقت تستعبط هنا. هنقفل المحل نروح ننام وبعد ما نرجع نشوف العربية بتاعتنا. الناس فشخين دي. اقفل الباب. نام. بيطلع للاوفيس بتاعنا. اوفيس. اوكي. تصدق انا ممكن اروح البنزينة انضف العربيات هناك. بس اشوف عربيتها دي. يصلحها لي بالله عليك. اركب لي كاوتش تاني والله. ليش حاجات ممكن ادي له فلوس؟ هم. ادي له فلوس معرفش ليه. اللعبة دي بتعلم الكرم متهيألي. هات دي بلد ارميها. بس كده. انا هخلص العربية باهي. بس لسه مقلوبة متهيألي. استنى كده اما اشوف. في كاوتش طاير خالص. وهنا العمل هيكون ايه بقى؟ بجد ده اخرة الغباء. واركب لها عجلة تاني. اركب لها عجلة. الحمد لله. بس اطلع. انزل بقى. بس انا وقف. وينز. في زباين يا جماعة. بس انا بس نعرض العربية دي للبيع ونجيلكم. اسمها اودي فور سي. الساعة 12,000. يلا باي. روح يشوف الناس اللي عايزة العربية دي. اولى رئاسة. الناس بتستعبط صح. انت عبيت يا باشا. انا بجد هبيعها ب11,000. ده اخد سعر دي. 10,500 ومش هتنزل بعد اذنك يعني. انت السعر بتقوله ده في الاحلام. 10,000 بجد. مش قلل عن كده بجد. غور بقى بداية. انت بتشتري بكام يا معلم؟ انا شاريها ب9,600. طب يا اسطى انا كده مش كسبان فيها حاجة. انا كده بعد كده اشتري عربيات صغيرة اكسب فيها. القرف ده. مش هكسب فيها حاجة كده. غور غور في داهية. انت بقى عايزها بكام يا استاذة؟ دي ب8,000. شيش قوي. سيلي يابا. عايزها بكام يا معلم؟ بجد العربية دي غالية. انا شاريها غالية قوي. يبقى انا اضحك عليا بقى. ممكن انا اضحك عليا. 10,000 عشانك وهبقى كسبان فيها 400 جنيه. بس تخيل. اخدها. ماشي. نقفل المحل ونروح ندور على العربيات نشتريها. كسبت 4,000. نروح نشوف الكار ماركت كده. في العربية دي حلوة باين عليها كده. بكام ده بعد؟ بي ام ام سيريا ب10,000. والصراحة اصغر اسعارهم غالية اوي. الاسعار ايه الاسعار تبع؟ وشايفها عربيات عادية جدا. نروح نشوف الجيران. الجيران بما عندهم عربيات حلوة برضه. بس في واحدة نصبت عليا هنا بين النصابة. مش هشتري عربيات كبيرة تاني الصراحة. كاوتشابي فرقة مني. اسمها ايه دي؟ كيلفنت كوبلز. 11,000. تبيع ب8,000. ايه يا عم بتغير قوي. 10,000. 10,500. ب15,000. يا لهوي. اتنصب عليا يا جماعة. كل اللي جمعته طيارته في 10 دقايق. يلا مش مهم. دمرت العربية كمان. انا زعلان. انا راح اعمل حادثة بالعربية. يا ساتر. انا زعلان بجد والله. بجد كل اللي عملته ضيعته في مرة. اتفضل 3.5 ده مش تاني. يلا ما هي مش عربيتنا. انا هوديها للميكانيكي ده. يلا هيصلح ياخد كام؟ يا لهوي انا كده منصوب عليا في العربيه دي. طيب يا جماعه احنا نبيع العربيه دي ونقفل الفيديو. بجد اتنصب عليا في كام؟ ريوف 5,000 جنيه بحالهم. يا ساتر يا رب. انا غبي والله. انا كنت عايز اقول 10,500 عملت له 15,000. انا هجيب حد معايا يشتري لي بعد كده. ازيك يا راي؟ خلص يا عم العربيه تعبانه. يا لهوي نصب عليا نصبه حلوه. بجد العربيه دي هبيعها ازاي؟ انا بايعها بخساره بجد. انا 15,000 هنا. ماشي خليها مركونه بقى لحد السنه الجايه. 16,000. انا مش عايز حاجه اغلى من كده. انا عايز اعوض اللي انا خسرته بس. وراح اجيب عربيه كمان واركنها جنبها عشان تعوض اللي عملناه. الحباب اللي احنا حببناه دلوقتي معانا 9,000 جنيه. شوف الراجل ده يعني نفس العربيه دي. انا مش شايل. يا لهوي الاسعار الخياليه الغراميه. هو ليه ما فيش غير عربيتين نفس النوع في العالم كله في اللعبه دي؟ بكام ده يا خالو؟ لا ده لسه بي ام ام سيريس 5. ساتر الناس بدأوا ينصبوا عليا. لو معايا فلوس جايين ينصبوا عليا. دي بي ام ده. طيب خليها لي. ايوه صندوق الزباله هو الراجل. هوندا اسمها من. انا شكلي هشتري العربيه دي. انا هشتري العربيه دي بصراحه عشان اعوض اللي انا عملت. هاخدها ب 3,000 منك بس. ينفعك؟ ماشي شكرا يا استاذ. حرام اللي انا بعمله في العربيه دي. ونقفت عربية في نص الشارع اللي شبه لها. هدي نروح نصلحوها.
انا بجد ما كنتش لازم اسوق بيها. الله صلحها لنا والنبي العقل. كبوت الامامي راح في ده، نشوف في زباين ولا لا. في زباين متهيألي. اخيرا دلوقتي اقدر انضف العربيه متهيألي. كان نضفك كده استاذ. ماشي نروح نشوف العربيه ننضف. في زباين جوه. ماشي هي بقت نضفتها كام في المية؟ لأن أنا معلمة العربية دي غصب عليا فيها والله. يا ساتر أنا تشتريها ب10,000 يا ماما. 11,000 صراحة صاحبها كان عامل حد خليها 3,000. أيوة كده تشتري. هي الست دي مش عايزة تشتري، جت استعبى بصراحة. أنا عملت فيها مش قليل يعني. قولي بده خلص العربية اللي هناك. كسرت العربية ورحت عملت بلاوي واشتريتها بأعلى من سعرها. حاجة نيلة. وقعت العربية يا عم. العربية دي حاسس لو لونها بقى غير كده هتبقى أحلى. استنى ما أغيره لون. أوب يا ربي والله ما نصلح. اهدي بقى اهدي بس. اوف هنا كده. بليز صلح. عايزين نلون العربية. انا بحب اللون الازرق. ازرق اسمشى. طيب اتوقع بس كده يا جماعة خلاص الفيديو النهاردة. لو عايزين نكملوا في لعبة العربيات تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. اشوفكوا جاي. يلا سلام.